بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله في الفيديو ده هنحل تمارين كلمات الدرس الثالث والرابع في الوحدة الرابعة. أول سؤال معانا: It's important to be not of the signs of burnout. كلمة signs دي معناها علامات أو مؤشرات أو دلالات كده يعني. burnout اللي هو الانهماك. pleased يعني معناها مسرور. keen دي معناها حريص على، بعدها ممكن نستخدم on واسم ing أو to والمصدر. full of معناها مبتلئ بي، aware يعني واعي، عكس aware دي un aware. دي كده الاثنين دول عباره عن adjective، دي واعي ودي واعي او غير واعي. طيب awareness دي كده النوع اللي هو الوعي. if you are not from burnout you can experience a lot of stress. لو انت بتعاني من الانهماك، يعاني من اللي اسمها suffer from، لكن prevent يعني يمنع او يحمي، result يعني ينتج، وforbid يعني يحظر يعني او يمنع. can you kindly tell me what is not, why does everybody look anxious. هل يمكنك ان تخبرني، من فضلك هل يمكنك ان تخبرني what is not، ما الذي going on. go on دي عايزك تعرف ان لها معنيين، المعنى الاولاني go on يعني يحدث، والمعنى الثاني go on يعني يستمر. عشان كده اقول لك go on، never stop، never stop يعني استمر لا تتوقف. طيب لما اقول لك مثلا what is going on يعني كده معناها ما الذي يحدث، يبقى دي معناها يحدث، لكن في الاولانيه معناها يستمر. طيب في الجمله بقى هنا بيقول لك هل يمكنك ان تخبرني بما يحدث. be alert to danger, the danger of looking at the tablet screen for too long. خليك حذر، خليك منتبه. alert يعني منتبه لما للاثار اللي ممكن تحصل لك من النظر في شاشه الكمبيوتر او التابلت لفتره طويله. كلمه alert اللي معناها منتبه في الجمله دي بتساوي او عباره عن be alert يعني كن منتبها يعني كصفه، يبقى adjective. طيب لما اقول لك he gave me an alert، an alert يبقى اعطاني تحذيرا او انذارا، اصبحت noun. طيب he alerts me او they alert me، هم ينبهونني، كده بقت فعل. I am really not for your priceless support while I was facing some problems. انا فعلا ايه لدعمك الذي لا يقدر بثمن بينما كنت اواجه مشاكل. انا normal يعني عادي او طبيعي، ملهاش علاقه بالحوار خالص. efficient يعني كفء، grateful يعني ممتن او شاكر، وspecific يعني محدد. على فكره انت خدت قبل كده في فيديو شرح الكلمات ان في grateful وفي thankful وفي appreciative، والثلاثه معناهم مقدر، بس grateful to شخص for شيء، thankful to شخص for شيء، لكن appreciative of. في رقم 6 بيقول لك smoking and addicting to drugs. addicting to اللي هو ادمان يعني، والتدخين طبعا وادمان المخدرات have a negative a on both physical اللي هو البدني الجسدي and mental اللي هو الذهني او العقلي. mental دي بتساوي كلمة intellectual زي ما خدناها قبل كده. طيب له تأثير سلبي، يبقى effect او impact. طبعا قدامي في الاختيارات هنا impact. A person who is flexible by nature. الشخص المرن بطبيعته will find it easy to. هيجد أنه من السهل أن يعمل إيه في التغيرات. كلمة demonstrate يوضح أو يشرح. remain يعني يبقى أو يظل. perceive يعني perceive يعني يتلق يلاحظ. وaccept يعني يقبل. طيب يا مستر ما أنا ممكن أستخدم perceive changes معناها يلاحظ تغيرات. بس أقول لك الشخص المرن بيكون عنده القدرة أن هو يقبل التغيرات عشان هو مرن يعني، فما عندهش مشكلة يعني. not to reject them حتى عشان ما يرفضهاش. high body temperature درجة الجسم العالية and dry cough الكحة، دول هم الاثنين من كورونا فيروس alerts. alerts هنا بتساوي كلمة symptoms. symptoms اللي هي معناها الأعراض. طيب winners are always not and hopeful. الناس الفائزون دايما بيكونوا ايه، بيكونوا آملين. وايه كمان anxious يعني غاضب، external يعني خارجي، positive يعني إيجابي. وما تنساش إن الكلمة دي بتساوي sure متأكد، negative سلبي. I couldn't not the file onto المعاصر website. أنا ما عرفتش أعمل إيه للملف على المعاصر website upload. upload a file on أو on to، لكن download اللي معناها يحمل بيجي بعدها حرف الجر from دايما. طيب 11 I not throwing the mobile into the sea when its battery went dead during an important call. بص بقى معي، عندك كلمة feel like دي feel like يشعر وكأنه، يعني انت بتقول كأني كنت عايز ارمي الموبايل في البحر لما البطارية فضيت، كأني كنت عايز اضرب اخويا لما فتح شنطتي، فكأني دي اسمها feel like. being a doctor كونه دكتور ايه، فالعيادة بتاعته دايما ممتلئة بالمرضى، يبقى efficient doctor لكونه طبيبا كفءا.
Small projects are good to the problem of unemployment. المشروعات الصغيرة هي إيه جيد لمشكلة البطالة؟ أكيد هي حلا جيدا، يبقى solution. The research notes the relation between ignorance and terrorism. البحث بيعمل إيه في العلاقة بين الجهل والتروريزم الإرهاب. البحث بيوضح بيشرح يبقى demonstrates. طبعا remain يبقى ويظل، receive يتلقى، وaccept يقبل. The rise in illegal migration، ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية، is a result of economic، هو سبب للإيه الاقتصادية؟ أكيد factors، economic factors معناها عوامل اقتصادية. روتين اللي هو الروتين، ميمو اللي هو الملحوظة أو المذكرة أو النوت يعني، وألرت اللي هو التنبيه. طيب بعد كده I like the not appearance، أنا بحب المظهر الإيه للفيلا دي عشان هي شكلها wonderful. negative يعني سلبي، grateful يعني ممتن، external يعني خارجي، و anxious يعني غاضب. فأنا بحب المظهر الخارجي لهذه الفيلا. yourself Amir you are too old to be so childish، ولكن أنت كبرت ما ينفعش تبقى عامل زي العيال الصغيرين كده يا أمير، ف behave yourself، هذب نفسك. it took me a long time to note the burning summer sun here in Aswan، بقول لك الوقت الموضوع خد مني فترة طويلة عشان أعمل إيه مع الشمس المحرقة في أسوان، إني أتكيف مع اللي اسمها أدابتو، يتكيف مع. It is not that a child asks too many questions، إن الطفل يسأل أسئلة كتير. That's one of their means to discover the world، لأن دي وسيلة من وسائل اكتشافهم للعالم. فإنه من الطبيعي للطفل الصغير أن يسأل أسئلة كثيرة. رودينا is not her usual cheerful self، يعني ايه بقى المصطلح ده؟ لما تلاقي واحد دايما دايما مبتسم، مره واحده كده قابلك لقيته مكشر، فتقول له انت مش انت، يعني انت مش انت، دي اللي هي it's not your usual self. فانا بقول لك ان رودينا دي مش في حالتها الطبيعيه، مش هي دي رودينا يا جدعان، ده هي شكلها زعلانه ورودينا طول النهار بتضحك. it was not normal for such a noisy baby to silent، مش طبيعي للطفل الصاخب ده ان هو يبقى صامتا. يبقى يعني remain او stay او كده، يبقى remain. My daily note starts at 6 in the morning، ببدأ الساعة 6 الصبح وبنتهي الساعة 11 مساء، يبقى ده الروتين اليوم بتاعي، يبقى my daily routine. Parents clearly influence their children، الآباء يؤثرون بشكل واضح على أطفالهم. كلمة influence اللي معناها يؤثر على في الجملة دي عبارة عن بص، الآباء بشكل واضح يؤثرون، يبقى ده verb. Burnout has not impact on your mental health، الإرهاق له تأثير إيه على صحتك الذهنية؟ أكيد له تأثير سلبي، يبقى negative. بعد كده طبعا بقى ما مش علاقه انكشس، وقلناهم قبل كده كلهم في الترجمات. يو كان ديناي هاو ستريس، لا يمكنك ان تنكر ابدا مدى ما التوتر بيؤثر على الصحه الذهنيه بتاعتك، يؤثر على انفلونس. طبعا ايدنتيفاي يتعرف على، وابلود يرفع ملف على الانترنت، وبيهيف يتصرف او يسلك. عمرو كوايتلي كوايت ويل از ا كابتن اوف ذا تيم، في الجمله دي الراجل عايز يقول لك ان عمرو كان بيساير كويس، يعني كان ماشي كويس كابتن الفريق، فعشان كده كو فيل لايك يعني يشعر كانه ادوبت، يتكيف، بعدها حرف الجر تو اسمه اي ان جي، وانت اللي هو ذهب. طبعا I was asked to give not examples which persuade them that what I said was right، انا طلب مني اني اديهم امثله ايه عشان تقنعهم ان انا بقول كلام صح. warm معناها دافئ، anxious يعني غاضب او منفعل، grateful يعني ممتن، وسبيسيفيك يعني معين. فهو في الجمله بيقول لك انا طالب مني ان اديهم امثله معينه عشان تثبت لهم نظريتي صح. يوجوالي اوبجكت تو elderly authorities، دايما بيعترضوا على سلطه الكبار. تينيجرز اللي هم المراهقين. امباكت اللي هو التاثير، وامباكت دي بتساوي كلمه كراش بمعنى صدام او حادثه يعني، ودي كانت موجوده في كتاب A1. سيلفس للانفس، وسوليوشن اللي هو الحلول. صلاح ووز نوت ا تالنتد بلاير وين هي ووز ا ليتل تشايلد، صلاح ايه كلاعب موهوب. demonstrate معناه يشرح، وريمين يبقى ويظل، وperceive يعني يلاحظ، وطبعا الجملة معناه ان صلاح لوحظ انه لاعب مشهورا. مستر ايمن ماي بوس سنت مي نوت اباوت ذا ميتنج، مستر ايمن بعت لي اليرت او ميمو اللي هو تحذير او انذار او نوت يعني، يبقى ايه اند بي، الموعد الاجتماع. طبعا دي خلاص كده خلصناها، ندخل بقى على الميني تيست سريعا كده. I'm still thinking، ما زلت أفكر، أنا لم أتخذ قرارا بعد، يبقى I haven't taken action. You have no choice but to the changes، ليس لديك خيار غير أنك تعمل إيه في التغيرات. Perceive يعني يلاحظ، Accept يعني يقبل. طبعا المعنى العربي كده أنت ما فيش قدامك خيار غير أنك أنت تقبل التغيرات. طب ما هو يلاحظ التغيرات دي ممكن تيجي برضو. أيوة ما هو ممكن أقول لك أن كان في تغيرات and we perceived it، وإحنا لاحظناها. طيب بعد كده I have not all my final exams with full marks، أنا عملت في كل الامتحانات بدرجة نهائية، أكيد باست، أنا اجتزت الامتحانات بدرجة نهائية.
The reasons of the problem have already been أسباب المشكلة بالفعل تم إيه؟ Identified التعرف عليها taken يعني أخذ receive يعني تلقى وgot يعني حصل على فأسباب المشكلة كلها تم التعرف عليها The new owner الملك الجديد some changes to the decoration of the flat It looks a bit different now الملك الجديد أجرى بعض التغيرات تعال نشوف بقى اختيارات Perceive يعني يلاحظ عايز تركز في السؤال ده Made يعني عمل وaccepted يعني قابلة طبعا ديد مش معانا خالص التلات كلمات دول بيجوا مع تشينج بس ركز لو انت قلت لي perceive changes يعني يلاحظ تغيرات make changes يعني يعمل تغيرات يحدث تغيرات accept يقبل مالك العقار هو اللي قام بعمل تغيرات في المكان احنا بقى كسكان كتننتس مستأجرين perceived it my father's advice is always not by me without any discussion نصايح ابويا دايما ايه بواسطتي دون ما اي مناقشة دايما تتبع يبقى forward رقم 7 بيقول لك the change is clear enough for everyone التغيرات كانت واضحة لكل الناس بحيث انها تلاحظها يبقى perceive I not like a bridegroom in my new suit انا اشعر وكأنني عريس في البدلة الجديدة يبقى هنا feel I got tired of not houses انا تعبت من الايه بين المنازل I wish I could have my own flat اتمنى لو ان لدي شقة خاصة يبقى moving houses move houses يتنقل بين البيوت يتنقل من منزل لمنزل All family members are together to discuss my sister's marriage offer. عدنا كلها النهاردة ستتقابل علشان تتناقش في حفل في قرار الزواج يبقى get together معناها تقابل أو يندمج أو ينسجم هكذا يعني. طيب بعد كده ولا accepting changes تقبل التغيرات as normal يعني حقيقة كحقيقة عايز تعرف إن as دائما مترجمها ك. فعشان كده بقول لك I work as a doctor أعملك طبيبا. Accept as normal يقبلها كعادة كطبيعة Go not أحمد don't let anything لا تجعل شيئا يوقفك يبقى go on يعني استمر I'm really grateful your بص grateful دي عايزة بعدها to حرف الجر to وعايزة بعدها حرف الجر for grateful to شخص لكن for شيء ف I'm really grateful to you for your support فأنا هنا عايز for عشان السبورت الدعم ده شيء I want to set a new windows 11 version set up دي معناها يثبت لما تنزل برنامج من الانترنت بعدين يقول لك setting up يعني زي install كده اللي هي معناها يثبت برضو I hope I will be able to not for doing some useful hobbies انا بتمنى ان لو اكون قادر على اني make time for اوفر وقتا لي اخصص وقتا لي احدد وقتا لي ممارسة الهوايات I haven't adapted to بعدها اسم وبعدها الفعل مضاف له ing فانا ممكن اقول لك ان adapt to living او adapt to life الحياة I have written not her أنا كتبت إليها يبقى written to her أنا كتبت إليها ثلاث مرات لكنها لم ترد A good citizen is aware not aware of طبعا واعي أو حريص على حروف الجر لازم تحفظ Just focus on يعني ركز على what you are doing ركز على ما تفعله خلصنا كده الجزئية دي ندخل بعد كده على جزئية الجرامر إن شاء الله في معدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته